بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الحفل الكريم، باسم مشايخ وأعيان السوالمة من قبيلة الدهمة من القوم، نرحب بالضيوف الكرام من مشايخ وأعيان القبائل ورجال الأعمال وجميع من شرف حفلنا هذا الذي يقيم على شرف القواتيل من قبيلة الدهمة، ونشكرهم كل الشكر على تحمل أعداء السفر وتلبيتهم الدعوة. خير بداية لكل بداية، آيات عظيمة من الذكر الكريم نتلوها على ما سمعكم الشيخ فيصل بن سلطان بن حمد الدهيمي. مرحبا بالجميع المشايخ والعيان، ونرحب بالشيخ طلال بن سليمان الهذيلي. الله يحيي الجميع. كلمة لخامس السوالمة من قبيلة الدهمة بهذه المناسبة يلقيها بالنيابة عنهم الشيخ سعود بن سعد الدهيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر الله الذي جمعنا بهذه المناسبة وجعلنا نتعرف على بعضنا استجابة لقول الله تعالى: وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. فإن خامس السوالمة من قبيلة الدهمة يرحبون ترحيبا حارا بجميع من شاركنا في حفلنا هذا من جميع القبائل، ويشكرون لكم تحمل السفر ومتاعب المشقة. فبهذه المناسبة نبارك للفائزين بالمراكز الأولى الشيخ ناصر بن عالد القاتولة والشيخ طلال بن سليمان الهذيلي، فإنهم بفوزهم شرفوا أنفسهم وقبائل الحكومة عامة. وكما نشكر الشيخ فرج بن راجي القاتولة على وقفته مع ابن عمه شاعر بن مناحي الدهيمي، فالمعنوية
والعينية، وكما قيل وقفة رفيقا مع رفيق معزة. ونرجو من الله أن يحفظ ولاة أمرنا وديننا ويصلح القلوب والنفوس ويكفينا حسد الحاسدين وحسد الحاقدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ديب بن سلطان بن خشيمان الجهيمي، بلد بطل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، باسمي واسم السوال من قبيلة التامة، وعلى رأسهم الشيخ مناحي بن مناحي الهيب الميمي، ورحب بمشايخ القبائل من الحكومة ومن القبائل الأخرى ومن أعيان ورجال الأعمال وجميع من حضر. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك إن استضافة السوالمة من التامة لأبناء عمومتهم الزواتية من التامة يدل على مدى التراحم والترابط بينهم وأسرة الرحم التي أمر الله بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بها بعرشه الكريم. أخواني السلام، أخواني، لا يسعني من هذا المكان إلا أن أبارك الأخي رجل الأعمال ناصر بن عايض القاتولة على تحقيق المركز الأول في فئة الشقع في دولة الكويت الشقيقة، وأشكره على ما قدمه من جهد خلال فترة زائد، واستضافة لأبناء قبيلة البوم والقبائل الأخرى، وإقامته الحفل الذي نال على إعجاب قادة دولة الكويت قبل مواطنيها. فأسأل الله أن يوفقه في جهوده، وأشد على يده للمشاركة في أم قرقيبة لهذا العام إن شاء الله. فهو على قبيلة الدامة وواهد بالأبل، فليس غريبا على قبيلة الدامة، فهم أهل الإبل، فمنهم أهل الإبل على مر العصور السابقة، ومنهم مشهود لهم لذلك من القبائل الأخرى، ومن أشهر ملاك الإبل على سبيل المثال دار الحصر الشيخ فرج بن راجي القاتولة. وكذلك أبارك للأخ رجل الأعمال طلال بن سليمان الهذيلي القمي لتحقيق المركز الأول في ذيئة الحمر. ومن هذا المنبر، فإن قبيلة الدامة عامة تدعو الحضور لمناسبة تقام لرجل الأعمال ناصر عايض القاتولة الذي حقق المركز الأول في دولة الكويت في ذيئة الشقة، وقد تم تكليف لجنة لتحديد الزمان والمكان المناسب لهذا الحدث. ختاماً أشكر قبيلة الدامة عامة على جهودهم ومشاركتهم في إنجاح حفل الكويت، ونعدهم بمشيئة الله أن يكون هناك حفل كبير ينال إعجابهم جميعاً بمناسبة فوز الشيخ ناصر بن عايض القاتولة. وهناك لجان مسؤولة عن ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعر ديوان العرب، وبالشعر مناسبات كثيرة. أول شعراءنا المشاركين في هذه المناسبة هذه الليلة الشاعر سعود بن حمد الدين، الذي تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع، اللي جاي من بعيد واللي جاي من قريب، الله يحييكم، حياة الوطن.
الله يا معبود يا كريم تسكن بلاد وتحيي الهشيم تعلها بالغيث حتى ترجع وتعمها برحمتك يا رحيم. لو كان لا شاوي ولا لناقه ولا نبوة والله في البلاد مزيم لكن بيها يوم اجيها طرقي ولانها فضلت حياة ونعيم. واشوف زينب على مرآها حزن مرآها ما ابو خيم بوقف ربعي يشرحون الخاطر لشفتهم سني بعرش زعيم أرداهم محتنين التالي لقابل الحصين الحصين نصر المجاهم يدور فزعة وعظم الضعيف اللي شكاها الضيم كسر تلب من يدين عداهم يوم الزمان الفايق القديم واليوم يا الله لا تزيل النعمة ونفتدي بالأمن يا كريم. لشفت ربعي قام عمري يزهر يمت مثل نبتة الحيل وسيم وكل على ما قيل يغلي ربعه وربعي غراهم داخل الصميم لقيتهم كلني ذكي شاته وتسلسل الجدول على التكريم طبع لهم لعلني معدمهم يعذب العديم للعديم لعل يفداهم هذور المجلس اللي هد الهرج هد بهيم في كل مجلس ما يغطى حسه يقول انا العارف وانا الحكيم والهرج كثره ما يودي ديره أكثر مهاب من السنة الحليم قبل المصر القرش مطق الراسة ثورك روي طاغل من البرسيم وما ليش بتنبهي مصايب أحجمة وقنن التحجيم الرجل وش يسوى بدنيا العائلة لا صار لا جيد ولا كريم لو أحسايف يحضر تلال انت بنت الشجيع الطيب الحشيم يجي ولدها الصبح قبل بنذله يا ليتها عن مثل ذا العزيم ولعل يفداهم سبيل المنصر اللي اليوم احتيج كان يهيم يكب ربعه ما يبنفعتهم مرخاف ينشب بين سين وجيم والمنصب اللي ما يعز العزوة سنع على رعيه نار جحيم ولعل يفداهم رحوم النمة اللي يبى بين العرب تبسيم اللي يبع العجز فطيب ربعه مدفع يحشي النهب ليتيم قبل مع الفرقان دايم يركض ويبدل الصحيح بالترهيم واللي خاض الجرب يجرم معها ويطول هيام اللي يخاف الهيم ولعل يفداهم بخيل اليمنى اللي يكب المؤميات تحيم واللي يتصفر في مضير ضيفه سنه ابن اخيه الصغير يتيم معقد وجهه وغايب خلقه ومتكدر ما يقبل التكريم والناس واجد والحرايا واجد واللي انتبه ما سرها التعليم واللي على راسه يقري البطحه ينطر على هالدايم عقب الدايم وقصر الكلام يسد عن تطويله اللي انا قال عادل فيه. سلامتكم. هذا الشعر مع الشاعر المبدع محمد بن عائض التيمي. الله يمسيكم بالخير. الله يحييكم من نعمكم. عندي قصيدة في الكوم ومن قيادهم اللي شرفونا بهدايل من هجوس ما تنزل منزلتها بالحقايق نارها يوضي سناها يا سلام الله على فخر القبيلة الرجال اللي على الطاره ابناها الحرار اللي نومسنا هددها في تطلعها للأعلى واعتلاها شاركوا باسم الكوم وشرفونا ورجال خيرها كاسب رضاها شاركوا قلب المكاسيب النشامة ألف للي ما تفشل من زناها ألف للي ربنا الأعلى ذكرها والرسول بصدر الإسلام امتطاها ما تراخوا يوم جاء وقت الصمايل كل رجال نقاها وابتفاها يوم جاء الموعد وجاء تلب وأهلها تلمة في الكون مخلوق سواها تبشدر فجر خلط مثل الطراسي وأهلها اللي قدمها واللي وراها سنها لعطت مع الأرض البراحة من صرف عمالها تاخذ اقضاها قلب راعيها تنازعها الطواري تردعه وتفل عزمه ويعصاها لا ذكر هبوة بعيدين الهقاوي هبوة الربع من العام تهقاها شال هم عيال عمه مع همومه واجتهد واليجتهد حقق ابناها والوفا للطيبين من القبيله يوجب عرف الرياجيل ووفاها شكرهم واجب وهم يستاهلونه والجمايل من يقدمها لقاها مثلكم يا اهل المواقف في المواقف يوم حققتوا للمس مبتغاها والقوم ابن وطن وابن عقيده مع حكومتها ما تملك يداها مجدهم بنيت يفعول النشام يوم بقعه تخبط الارض بعصاها دور بيا للعلوم المجوابي والابن اللي من غزاها ما خذاها
مسلمين من دولة السلامة والجمال الملتوين في عراق وانبلينا واحتزمنا واعتزينا الضواري ما نعشيها غدا عشرة يملالها البيت كرامة من شغاميم العادي وزعماء ما نباري بالعدد ولا العدادي بالقروب اللي قرمت أدماء بالقروب اللي توردنا قلايل للحياض اللي يميت الموت ما القروب اللي علينا ما تداري غارت الخصم تعرضنا فينا حا تنها ما تستسيغ الشيب فينا أو لهدينا لنا دين علاها وتنها محرمتنا الأسقام منا ما تحدنا سكم ما هم منها حطها الله في صدور ما تضايق تحت روس نطيفها يغلت الحا إيه يا كم قاتل جات بسببها وأهي مستر قرايانا للاها سلام عليكم. مرحبا بمشعير زياد مشعير اسمي ومرحبا بعبد الله بن مرر واخوياهم وجميع من حضر. نستكمل فقراتنا ونستكمل الشعر ومع الشعراء الشباب والشاعر عادل بن غاوي الديمي. مساكم الله بالخير جميعا والله يحييكم عند من رحبكم القصيده عبد العناش. اي والله اقوله حق اقولك ارفع بها صوتي وارجع اعلامي اقولها بالصوره المنقوله وبثها في شاشه الاعلامي. يا مرحبا ترحيب عرض الطوره من اليمن حتى حدود الشامي ترحيب تم مثري تم مذبوله اقولها باسمي وباسم حجامي ارداهم كاسبين الطوره على البعاير والمقام السامي. والشعر في الوقفات ياخذ دوره والليله الليله تراه الجامي وانا قصيدي يوم اللي تعوله يفرح به المسني وانا قصيدي يوم اللي تعوله يفرح به المسني ويرى الضامي في محفل كل النشامه جوله تشهر بها الاسمام على ارقامي. واللي يجمل في المواقف دوله من يمدح يا الربع ما يلامي هذا والله ناس رقته ولا حرم على رؤوس النوايب حامي. شيخ تكمل في الليالي فعوله شام كريم فارش مقدامي علشان ام المجمع تنحاله ويقول للي نافس قدامي. يوم التحدي مشرقين خيوله علشان ما هو مثل العامي شارك بشقح يكشف النجالة تركي على كد الحشود الحامي رهم الخشوم رجابها منتولة تضيم وحدتها ولا تنظامي في ظل ربعي كاشفين الطورة على الدهم عزوتي وحجامي. الشيخ عائض بن محسن بن برغش له كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ افتحها دلوقتي على كلمة التهمة. عن نفسي ونيابة عن قبيلة كثير القوم أن نبارك للشيخ ناصر بن عائض القاتولة والشيخ طلال بن سليمان الحديد وإن شاء الله بإذن الله كلفوني اني اعزمكم بدون تحديد موعد بصير الموعد ان شاء الله قدام ان شاء الله يكون باذن الله تكريم لاخواننا ويستاهلون والله يوفقنا واياكم وفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استمر مع الشعراء ومع شاعر منقيه ناصر بن عائض الجاتوله الشاعر سعد بن هادي الجاتوله فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يجمع أهل في الجنة إن شاء الله. أبتدي طبعا بالمدح اللي طرحوها الجماعة وما تحضروا. قصيدتي اجتماعية لعل الله ينفع مع الجميع. القضية سائدة في المجتمع كله لا هو عند الدهمة ولا عند الحكومة ولا عند كل الجبائن. لعل الله ينفع معنا.
سبحانك الله يا إله الكون نسجد له عبيد ولا لغيره ما سجدنا لو يطول جدالها يا هاجسي عندنا القوافي واحكم بيوت القصيد واحذر من بيوت القصايد جلها وجزالها وانت حشيم فالمعاني وانت حشيم فالمعاني دوم بنك ولكرصيد يغنيك والجزلة تكسر فوق روس أموالها عنيد بدروب المراجل واعشق الرجل العنيد ولا الحبارة لا الخبور ولا التفت بخبارها يا عزوتي يلي عزومه قارته هل من مزيد وان جات صكات الزمن جت للحمول جمالها مهوب من همه نقل كثر الحكاوي والسنين والغل في صدره رمض والناس ناد اغلالها فرق ربوعه بالوشايه وابهر العود الحفيد وان شاف زله بين ربعه بالطرف غنالها يا بالزعامه بتفرق فرق طرايه فريد يقول دوم فلان قايل لو كذب وقالها والشمس تشرق لين بكره ينكشف سر الدليل والشمس تشرق لين بكره ينكشف سر الجليل وتشوف فراح الحقايق دقها وجلالها ويعيش مكسور الجناح بحسرته دايم وحيد لو ندم ما فاد الندم في حالة إرسالها كسب ذنوب مركبه والعمر ينقص ما يزيد ما عاش في عمره ستر والناس غرب الحاله ليته يحكم للعقل وانفاق ولا يستفيد من سابقين المعرفه والعز دوم بجالها يلقى العلوم الطيبه والذكر والراي السديد والدله اللي طاب كيف الراس من فنجالها يا ربعنا يا ربعنا يا منبع الراي الرشيد يا لا الداهم من تلامس فنجال افعالها حنا اجتمعنا باجتماع الطيب في يوم مجيد غصب على العدوان لو تهرج بنا عدالها الصف واحد ما نبى رجل على الجمعه يحيد والجد واحد لو نفث راع العقد فتالها والحر يبقى حر ما فيكم ضعيف ولا بريد والحر يبقى حر ما فيكم ضعيف ولا بريد ما بحياة دائمة نرهي دوام وصالها والموت سنة فالحياة وباطن حبل الوريد كل يحاسب فوالعرب تنكر بحسب أعمالها واختامها واختامها صلوا على المبعوث يا الجمع العديد أعداد مثل حولت فالمملكة فخيالها. حزان الله يهديك أيها الجمع الغفير الآن نشاهد جميعا فيلم وثائقي عن قبيلة الدهمة وأصالتهم وأنهم أهل إبل منذ قديم الزمان مدعمة بقصيدة للشاعر عبد الله بن عويض الدهيمي